وسهلا بيكم في قناه صحه وتخسيس، معاكم دكتور حنس حشمت. النهارده يا جماعه هنكمل سلسله فيديوهات التوعيه الصحيه اللي مع بعض على القناه. الناس اللي اول مره تشوفنا يا جماعه، القناه بتقدم مجموعه متنوعه من الفيديوهات الخاصه بصفه عامه عن الصحه والتخسيس بصفه خاصه. يا ريت يا جماعه نرجع نشوف المحتوى من الفيديوهات الموجوده على القناه، ولو عجبنا المحتوى ما ننساش نضغط لايك للفيديو ونشترك في القناه ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل فتره فيديو جديد خاص بالصحه بصفه عامه والتخسيس بصفه خاصه. الماء يا جماعه بيعتبر مكون اساسي للجسم البشري، بيشكل حوالي 50-75% من وزن الجسم، ليه دور في الحمايه من جفاف البشره، ليه دور في انقاص الوزن واستعاده النشاط والحيويه، ليه العديد من الفوائد للجسم والشعر والبشره. يحتاج الانسان بمتوسط حوالي 2 لتر يوميا، طبعا ده بيختلف من شخص لاخر بالزياده او بالنقص، يعني مثلا الناس لاعبي الرياضه بيفقدوا الكثير من العرق فاحتياجهم للميه بتزيد. ولكن ما هي طريقة شرب الماء الصحيحة؟ هل يمكن شرب الماء أثناء الوقوف أفضل أم الجلوس أفضل؟ للإجابة على هذا السؤال خليكم معايا بعد الفصل. ورجعناكم تاني بعد الفصل، واهلا بيكم مره تانية في قناه صحه وتخسيس. دكتور، ايه راي حضرتك في شرب الميه اثناء الوقوف او اثناء الجلوس؟ انهي الحاله الافضل؟ اول حاجه يا جماعه لازم تعرفوا ان معظم الاشخاص بيتناولوا الطعام والشرب يا جماعه لما نيجي ناكل وبنشرب اثناء الجلوس. الاكل يا جماعه او الشرب بينزل بالراحه في المعده، بتكون هناك حاله من الهدوء والاسترخاء، وده بيزود قابليه الجهاز الهضمي لاستقبال الميه وامتصاصها. شرب المية بكميات كبيرة يا جماعة أثناء الوقوف دفعة واحدة، يعني الناس اللي تمسك إزازة المية وتشربها بسرعة كده، ده بيؤدي إلى تساقط الماء بعنف للمعدة، وده بيعمل لي صدمة للمعدة، ومع تكرار الأمر يا جماعة بصورة مستمرة بيؤدي إلى انتفاخ المعدة وحدوث حالة من استرخاء وهبوط المعدة. ولكن الأمر ده فيه خرافات كتيرة، يعني مثلا من ضمن الخرافات المشهورة ان شرب الماء اثناء الوقوف بيؤدي الى انعكاسات عصبية شديدة بتقوم بيها نهايات العصب المنتشر في بطانة المعدة اللي بنسميه الفاجس نيرف، بيؤدي الى اطلاق شرارة النهي العصبي الخطيرة اللي هو الفاجل انهيبشن، ودي بيقولك لو حدثت بشكل جديد ومفاجئ هتؤدي الى توقف مفاجئ لعمل العصب الحائر اللي بيغذي القلب، وتؤدي الى توقف القلب، وممكن يؤدي الى الاغماء والموت المفاجئ. طبعا الكلام ده كله خرافه لان ده لم يحدث ولا سمعنا به من قبل في الطب. الرياضيين عايز اقول لكم في كره القدم وفي سباقات المسافات الطويله زي الماراثون بيشربوا الميه وهم بيجروا وما بيصيبهمش اي شيء. كمان يا جماعه من ضمن الخرافات ان تكرار شرب الميه اثناء الوقوف بيهدد سلامه جدار المعده وبيعمل لي تقرحات موجوده فيها. بيقول لك لان اثناء الواحد ما بيبقى واقف يا جماعه بترافق عمليه التوازن، عشان سيادتك تبقى متوازن في الوقفه بتاعتك، بيبقى في عندك تشنجات عضليه في المريء، بالاخص في العضله العاصره اللي هي العضله اللي بتربط المريء بالمعده، وده بيتسبب جروح في نهايه المريء، وده بيؤدي الى صعوبه مرور الطعام بالمعده، وده بيؤدي في النهايه الالام شديده في الجهاز الهضمي وعسر هضم وقرحه المعده. اللي خلى اللبس ده يحصل يا جماعه ان اطباء الاشعه التشخيصيه قالوا ان قرحه المعده اكتر في المناطق الاكثر عرضه للصدمات بجرعات الميه بنسبه 95% لدى مرضى القرحه. ولكن حقيقه يا جماعه طريقه شرب الماء جالسا او واقفه لا علاقه له بسلامه المعده. ثبت ان شرب الماء اثناء الوقوف بدفعات متتاليه لا يسبب ذلك. شرب الماء واقفا يا جماعه من ضمن الخرافات قالوا ان هو بيسبب الفشل الكلوي، لان الكلى ما بتصفهوش بالشكل الصحيح ولا بتنقيه من الشوائب. لكن يا جماعه الكلام ده خطا وخرافه كبيره، لان الميه ما بتصلش مباشره للكلى يا جماعه، بيستغرق بعض الوقت في المعده والامعاء الدقيقه والقولون، بعد كده بيمتصوا الجسم على دفعات، بعد كده يدخل الاوعيه الدمويه وبيصل الكبد، وبيحدث لتنقيه الدم القادم من الجهاز الهضمي، واخيرا يا جماعه بيتم تصفيته في الكلى. لازم تعرفوا كمان يا جماعه ان امتصاص الميه من الجهاز الهضمي بتبقى اسرع من امتصاص الاكل.
وكمان امتصاصه على معدة فارغة بتبقى أسرع من امتصاصه مع الأكل أو بعد ما تشربه بعد الأكل مباشرة. لكن السؤال، هل شرب المية وانت قاعد أفضل من وانت واقف؟ علشان خاطر بيخلص الجسم من الترسبات الضارة وبيفتت الحصى والترسبات بتاعة الكلى. الكلام ده لا أساس له من الصحة يا جماعة، وطريقة شرب المية بحد ذاتها لا تؤثر على تكوين أو التخلص من الحصى وترسبات الكلى. كمان يا جماعة، من ضمن الخرافات المضحكة إن شرب الماء واقفاً وانت واقف بيسبب لك التهاب المفاصل مع مرور الزمن، اما لو سيادتك وانت شربت المية وانت قاعد بيوصل المية للركب وبالتالي يحميك من التهاب المفاصل. الكلام ده ليس له اي اساس من الصحة. كمان يا جماعة، من ضمن الخرافات ان لما سيادتك تشرب المية اثناء الوقوف وتكرر الموضوع ده بيؤدي الى تدفق الماء بقوة، بيؤدي الى ضعف وتليف الكبد. اما لو سيادتك شربت المية اثناء الجلوس بيجعل الكبد بيستقبل الماء بدون ارهاق للعضلات. الكلام ده طبعا خرافة ليس لها اي اساس من الصحة. طيب حقيقة الامر يا جماعة ان اثناء الوقوف بيبقى في توتر للجهاز العصبي للسيطرة على جميع عضلات الجسم عشان يحقق لسيادتك التوازن والوقوف بشكل منتصب، ودي عملية بيشترك فيها الجهاز العصبي والعضلي، ودي يا جماعة بتسبب فقدان للشعور بالهدوء والطمأنينة العضوية الهامة جدا لعملية امتصاص المية والأكل. عشان كده معظم الأطباء بيحذروا من شرب الماء واقفا في حالة الرياضة بعد الرياضة مباشرة. ليه يا جماعة؟ لأن ساعتها بيبقى في قصور لعمل القلب نتيجة ضغط الرئتين عليه، لأن أثناء عمل الرياضة يا جماعة الرئتين بيبقوا مليانين بالهواء وبيبقوا ضغطين على القلب. المقصود من ذلك ايه يا جماعة؟ ان ممكن سيادتك تشرب المية وانت قاعد او وانت واقف بشرط عدم التوتر، ولما تيجي تشرب المية لازم تاخد نفس عميق يا جماعة عشان الهواء والاكل والمية بيمروا من خلال البلعوم. كتم النفس لمدة طويلة يا جماعة اثناء ما بتشرب ده بيؤدي الى تجمع الهواء داخل الرئتين وانتفاخهم وبيسبب تضخم الرئتين. رسالة القناة من الفيديو ده يا جماعة، أدعو جميع الأشخاص تجنب نشر المعلومات الطبية مجهولة المصدر وعدم تعميم تجاربكم الشخصية اللي نجحت مع أي حد فيكم على الآخرين، خاصة في تناول الأدوية والمكملات. الأدوية يا جماعة هكرر تاني، الأدوية مش للدعاية، الأدوية للتوعية، الأدوية ليست للاستخدام العشوائي، الأدوية للاستخدام الطارئ فقط. ومن يظن أن من يتناول الدواء هيعدي على جسمه وخلاص فأنت حضرتك محتاج تراجع نفسك. عشان كده بكرر تاني، احذروا الدعاية المضللة للأدوية وذلك منعا للاستغلال وحفاظا على صحتكم. الناس اللي تؤمن بحبة الدواء إن هي السبيل الوحيد للعلاج من الأمراض وكوارث العصر ثقوا تماما بقدرة الجسد على التعافي من أمراضه تلقائيا، فقط بنصيحة بسيطة جدا، امتنعوا عن كل ما هو ضار وتناولوا كل ما هو مفيد وانتظروا حدوث المعجزة من الله أولا ثم من أجسادكم ثانيا. أتمنى رسالتي تكون وصلت من الفيديو، أتمنى أكون جاوبت على الاستفسار الخاص بمتابع القناة بطريقة علمية بعيدا عن النظرة الدينية أو النظرة التراثية المتوارثة عبر الأجيال. أتمنى أن الفيديو يكون أفادكم، لو أفادنا الفيديو ما ننساش نضغط لايك للفيديو، نشترك في القناة أكبر قناة في التوعية الصحية على مستوى الشرق الأوسط، وإن شاء الله بطمح أن هي تبقى أكبر قناة على مستوى العالم توعية صحية حقيقية بدون استغلال. لو عجبنا الفيديو ما ننساش نضغط لايك للفيديو، نشترك في القناة ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل فترة فيديو جديد خاص بالصحة بصفة عامة والتخسيس بصفة خاصة. شكرا لكم، كنتم مع دكتور حنس حشمت، ألف سلامة.